أخبار اليوم. ننتقل الآن أعزائي الطلبة والطالبات مع النموذج الثاني وسؤال القراءة. وتعلمون أن سؤال القراءة ينقسم إلى قسمين، السؤال الأول من كتاب الأيام والسؤال الثاني من الموضوعات المتعددة. نبدأ الآن بسؤال كتاب الأيام، وهو سؤال اختياري، وكما نصحنا مع النموذج الأول بعض الطلاب يذكرون الجزء الأول من القصة ويهملون الجزء الثاني أو العكس، ظنا منهم أن الاعتماد على جزء واحد هو كاف للإجابة عن السؤال في الامتحان. هذا الأمر عالي تماما من الصحة، وسوف نرى هذا من خلال الأسئلة التي سوف نتناولها الآن. نبدأ بالسؤال الأول. تقول الفقرة: حينئذ تخفت الأصوات وتهدأ الحركة حتى يتوضأ الشيخ ويصلي ويقرأ ورده ويشرب قهوته ويمضي إلى عمله، فإذا أغلق الباب من دونه نهرت الجماعة كلها من الفراش وانسابت في البيت صائحة لاعبة حتى تختلط بما في البيت من طير وماشية. السؤال الأول وهو خاص بسؤال اللغويات، وهو يأتي اختيار من متعدد، وكما نبهت أكرر التنبيه، ينبغي أن نتفهم القطعة جيدا لأن الإجابة تتعلق بالفهم الواعي لها. فالسؤال يقول: في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها، أي في معناها بالفقرة وليس خارجا عنها، تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. السؤال الأول يقول: معنى تخفت، تضعف، تنتهي، تتعالى، ترتعش. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، معنى تخفت تضعف، إجابة سليمة. مضاد انسابت، سكنت، فرحت، سكتت، خرجت. نعم مضاد انسابت، سكنت. جمع الفراش: مفروشات، فرائش، فرش، مفارش. نعم جمع الفراش فرش، إجابة صحيحة. ننتقل إلى نوعية أخرى من الأسئلة. لماذا كان الصبي يشعر بحزن عند خروجه إلى السياج ليلا، وعلام يدل ذلك من شخصيته؟ الإجابة سهلة بسيطة ميسرة، نستطيع أن نقرأها معا من خلال نموذج الإجابة الموجود بين أيديكم الآن من خلال صحيفة أخبار اليوم. تقول الإجابة: لأن أخته ستأتي وتأخذه سواء أرضي أو لم يرضى، وهو يريد أن يستمع إلى الشعر، وهذا يدل على حسه المرهف وتذوقه للشعر وحبه له مع أنه ما زال صبيا. لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات، الإجابة جاءت في جزئيتين. الجزئية الأولى عالجت لماذا كان الصبي يشعر بحزن عند خروجه إلى السياج، أما الجزئية الثانية فكانت علامة يدل ذلك من شخصيته. فأحيانا بعض أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات يتسرع ويكتفي بالإجابة عن جزئية واحدة مهملا الجزئية الأخرى، ظانا أنه أجاب إجابة صحيحة وسليمة لكنها إجابة غير تامة. ننتقل الآن إلى نوعية أخرى من الأسئلة. ماذا يحدث لو استيقظ الفتى الأزهري وأخوه الصبي يوم الجمعة ولم ينتظر حتى يوقظهم الحاج علي الرزاز بصحبة رفاقهم؟ لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات، السؤال الذي تعرضنا له الآن ليس من الجزء الأول الذي جاءت منه الفقرة وجاء عليها أسئلة اللغويات وكذلك السؤال في رقم باء، ولذا فالطالب الذي ذاكر الجزء الأول يستطيع أن يجيب عن السؤال ألف وباء فقط، ولن يستطيع الإجابة عن السؤال جيم، ومن هنا أنصح بضرورة مذاكرة الجزئين معا. أعزائي الطلبة والطالبات، بالنظر إلى نموذج الإجابة الذي بين أيديكم الآن تجدون الإجابة التالية:
نقول ما عرف الصبي مصدر الصوتين الغريبين اللذين كان يفزعانه، وكان لا يجرؤ أن يسأل أخاه أو غير أخيه عنهما. سؤال آخر يقول: ماذا يحدث لو لم يذهب صاحبنا الفتى إلى الجريدة طالبا نشر مقال عنيف يهاجم فيه الأزهر كله وشيخ الأزهر خاصة؟ نعم أعزائي الطلبة والطالبات، تقول الإجابة: ما تبين الفتى وتبين معه صاحباه أن شيخ الأزهر لم يعاقبهم ولم يمحوا أسماءهم من سجلات الأزهر، وإنما أراد تخويفهم ليس غير. ننتقل الآن أعزائي الطلبة والطالبات إلى سؤال آخر من أسئلة كتاب الأيام للدكتور طه حسين. تقول الفقرة: وهذا ابن خالته يقبل فيلقي عليه سلاما ضاحكا، ولكن من المحقق أيضا أن حياة الصبي قد تغيرت كلها منذ ذلك اليوم، فذهبت عنه العزلة حتى رغب فيها أحيانا، وكثر عليه العلم حتى ضاق به أحيانا أخرى. ننتقل الآن أعزائي الطلبة والطالبات إلى سؤال اللغويات. يقول: في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي: المراد بالعزلة التنحي، الحيرة، الحزن، الضيق. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، المراد بالعزلة التنحي. مضاد رغب فيها، رفضها، كارهها، زهدها، تركها. نعم مضاد رغب فيها، زهدها. جمع حياة: أحياء، حياءات، حيوات، حياة. نعم جمع حياة حيوات. أعزائي الطلبة والطالبات، ننتقل الآن إلى نوعية أخرى من الأسئلة. يقول السؤال: كيف تبدلت حياة الصبي بعد مجيء ابن خالته إلى القاهرة؟ وكيف كانت حياة الصبي وأخيه شاقة عليهما قبل قدوم ابن خالتهما؟ لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات، السؤال مكون من جزئيتين، ينبغي ألا نهمل هذا الأمر، وتكون الإجابة على النحو التالي كما هي مدونة أمامكم الآن في نموذج الإجابة بصحيفة أخبار اليوم. تقول الإجابة: ذهبت عنه العزلة حتى رغب فيها، وكثر عليه العلم حتى ضاق به أحيانا. الجزئية الثانية من السؤال تكون الإجابة على النحو التالي: كانت الحياة شاقة على الصبي وأخيه معا، لأن الصبي كان محبا للعلم وقد ثقلت عليه الوحدة، وثقلت على أخيه لاضطراره إلى قيادته إلى الأزهر ثم إلى البيت، كما ثقل عليه أن يتركه منفردا. سؤال آخر: ماذا يحدث لو؟ هذا السؤال من الجزء الأول، على الرغم أن الفقرة ولغوياتها ورقم باء فيها من الجزء الثاني، مما يشير إلى ضرورة قراءة الجزئين معا. يقول السؤال: ماذا يحدث لو خطب الفتى الأزهري أخو الصبي خطبة الجمعة في المسجد؟ تعلمون أعزائي الطلبة والطالبات أن الفتى الأزهري اختير خليفة، وكان لزاما لهذا الأمر أن يخطب خطبة الجمعة، ولكن كاتب المحكمة رفض هذا الأمر. فماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الفتى الأزهري أخو الصبي خطب خطبة الجمعة في المسجد؟ نقول: لو وقعت الفتنة بين الناس نتيجة تشكيك كاتب المحكمة في صحة إمامة الفتى للناس. سؤال آخر يقول: ماذا يحدث لو أكلت البنت لونا واحدا؟ البنت هنا مقصود بها ابنة الكاتب. ماذا يحدث لو أكلت البنت لونا واحدا من الطعام
تأخذ حظها منه في الصباح وفي المساء كما كان يفعل أبوها في صغره. بالطبع لأشفقت عليها أمها، ولقدمت إليها قدحا من الماء المعدني، ولانتظرت أن تدعو الطبيب. أعزائي الطلبة والطالبات، ننتقل إلى نوعية أخرى من الأسئلة، وسوف نتناول منها موضوعا. نبدأ بالموضوع الأول، وهو من موضوع القدس، مدينة عربية إسلامية. تقول الفقرة: هي مقتلى عين موسى، ومهوى قلب عيسى، ومصر ومعراج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قدس الأديان الثلاثة، وقبلة الإسلام الأولى، ومعبد الشرق والغرب، وأروع مدن العرب الكنعانيين، ورمز وحدة دين الله الواحد القهار. أعزائي الطلبة والطالبات، نبدأ بالسؤال الأول، سؤال في اللغويات، يقول: في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها، تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات معاني الكلمات في سياقها. معنى مقتلى: مكان الارتحال، الترقب، النظر، الانتظار. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، معنى مقتلى النظر. مضاد وحدة: اختلاف، انتشار، فرقة، نقصان. نعم، مضاد كلمة وحدة هنا فرقة. جمع الأولى: الأول، الأولون، الأوائل، الأولات. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، جمع الأولى الأول. ننتقل إلى نوعية أخرى من الأسئلة: بما تستدل على تسامح الإسلام واحترامه للديانات أمد الوجود الإسلامي في القدس؟ هذا السؤال أعزائي الطلبة والطالبات الإجابة عنه سهلة جدا وميسرة، ومثل الإجابة عن هذه الأسئلة المقالية من الممكن أن يجيب الطالب بأسلوبه، وتكون الإجابة مثلا على النحو التالي: نقول إنه لم يؤدي إلى توقف رحلات أصحاب هذه الديانات إلى الأراضي المقدسة، بل وجد الحجاج المسيحيون الأمانة والسلام في ظل الحكم الإسلامي لقرون طويلة حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشوا في سلام مع المسلمين. السؤال الثاني يقول: ما الدور الذي قام به الخليفة عبد الملك ابن مروان في بناء المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة؟ بالطبع أعزائي الطلبة والطالبات، كان دورا عظيما قام به الخليفة عبد الملك ابن مروان. هذا الرجل قام بجمع لذلك أمهر المهندسين والبنائين من أنحاء الدولة الإسلامية، كما خصص لهذا البناء خراج مصر 7 سنوات متتالية. هناك سؤال يقول: علل لما يأتي. رفض عمر ابن الخطاب أن يصلي داخل كنيسة القيامة. بالطبع أعزائي الطلبة والطالبات، هذا الأمر نمى عن ذكاء وبعد نظر كبير للخليفة العادل عمر بن الخطاب، فهو لم يصلي داخل كنيسة القيامة خوفا أو حتى لا يتخذها المسلمون من بعده مسجدا. فقد يأتي البعض ويقول: لقد صلى عمر هنا، فهذا المكان حق لنا ويصبح مسجدا، ولكن لبعد نظره ابتعد عن هذا الأمر. علل لما يأتي: اختيار صلاح الدين الأيوبي أن يبدأ أولا بالاستيلاء على المدن الساحلية. هذا الأمر ينم عن خبرة حربية وعسكرية لا تصدر إلا عن قائد ماهر، فما كان هذا الأمر إلا ليحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية التي تربطهم بالغرب الأوروبي قبل أن يتجه إلى القدس ليفتحوا فتحا آمنا. ننتقل الآن أعزائي الطلبة والطالبات إلى سؤال آخر
من أسئلة موضوعات القراءة المتعددة، وهو بعنوان الأرقام العربية الأصيلة. تقول الفقرة: لقد حفلت بعض الأدبيات وبعض المنتجات بادعاء أن أرقامنا العربية ذات أصل هندي بلا إثبات، وذلك على عكس المخطوطات التي بين أيدينا والتي تثبت الأصل العربي لأرقامنا. كما دحضت الدراسات الحاسوبية الحديثة فرية الأصل الهندي للرقم العربي الأصيل. نبدأ أعزائي الطلبة والطالبات بسؤال اللغويات. في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها، تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي: معنى دحضت، أنصفت، أبطلت، أوضحت، أعلنت. نعم، دحضت هنا معناها أبطلت. مضاد حفلت، فرقت، خلت. أنا آسف عيد. مضاد حفلت، فرقت، خلت، قلت، أبعدت. نعم، مضاد حفلت، خلت. جمع فرية: أفريا، فرا، فراري، فريرات. نعم، جمع فرية: فرن. ننتقل الآن أعزائي الطلبة والطالبات إلى سؤال آخر من أسئلة هذا الموضوع. يقول السؤال: مما تتكون منظومة الرقم العربي؟ نقول أعزائي الطلبة والطالبات: تتكون منظومة الرقم العربي من الاعتماد على ثلاثة عناصر. الأول: الاقتصار على 10 أشكال فقط. الثاني: استخدام نظام الخانات لتكوين الأعداد الأكبر من التسعة، الأحاد والعشرات. أخيرا: اتجاه زيادة القيمة من اليمين إلى الشمال، وهو نفس اتجاه الكتابة العربية. فالشكل الواحد للرقم المفرد من صفر إلى تسعة يكتسب قيمة من رسمه وقيمة أخرى من موضعه. سؤال آخر يقول: ماذا يعني أن أرقامنا العربية الأصيلة جزء من نسيج لغتنا العربية الأصيلة؟ هذا الأمر أعزائي الطلبة والطالبات يعني أن هذه الأرقام متجانسة في ذاتها، ومتجانسة كذلك مع حروفنا العربية بصورة كاملة. علل لما يأتي: أطلق المستشرقون على منظومة الأرقام الغربية لفظ عربية. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، هذه حقيقة أقرها المستشرقون، وقد أقروها نظرا لجغرافية منشأ ذلك الشكل من الأرقام في الأندلس العربية، ولاتباع تلك الصورة عناصر المنظومة العربية رغم أنها أوروبية الشكل. علل لما يأتي: انتهت دراسات مجامع اللغة العربية إلى ضرورة التمسك بالأرقام العربية الأصيلة. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، لأن تمسكنا بشكل الأرقام العربية الأصيلة فيه حفاظ على اللغة العربية في حد ذاتها، وحفاظ على تواصل التراث العربي القديم بزمننا الحاضر، ومحافظة على هويتنا. أعزائي الطلبة والطالبات، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة مع تناول أجزاء أخرى في حلقات أخرى.